السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان في حلقته حافظ من حفاظ القرآن وعالم من علماء مصر يسمى يونس بن عبد الأعلى، والكل ذكره بالخير هذا الرجل. في يوم من الأيام يختلف الإمام الشافعي رحمه الله مع يونس بن عبد الأعلى في مسألة من المسائل، فيغضب يونس، يحمل كتبه وعدته وأغراضه ويترك الجلسة ويطلع زعلان. بالليل الإمام الشافعي ما هان عليه، طالب من طلاب العلم، حافظ من حفاظ القرآن، الله ينفع به الناس، فهذا لا يترك حتى وإن زعل وإن غضب. الشافعي يسير رحمة الله عليه بنفسه إلى باب يونس بن عبد الأعلى ويطرق الباب. في تلك اللحظات، هذه ساعة لا يطرق أحد فيها الباب، يخرج يونس بن عبد الأعلى ويقول: من بالباب؟ فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: محمد بن إدريس، وهذا اسم الإمام الشافعي. يقول يونس بن عبد الأعلى: تفكرت في كل من يحمل محمد بن إدريس إلا الشافعي ما تفكرت به أبدا. قال: ففتحت الباب وإذا به الإمام الشافعي. وانظروا أيها الأحبة لجميل أصول التفاهم بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الخاطبين، بين الزملاء. اسمعوا الشافعي رحمة الله عليه قال: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل أو تفرقنا مسألة واحدة؟ يا يونس، لا تحاول أن تنتصر في كل الاختلافات، فلأن تكسب قلبا أولى من أن تكسب موقفا. وقالها الإمام الشافعي: لكسب القلوب أولى من كسب المواقف. يا الله ما أجملها، يا الله ما أرقاها. الواحد دائما ما يحاول أنه أنا الصح وهذا خطأ، أنا بفهم وهذا ما بفهم. لا لا، الإمام الشافعي قال له يكمل حديثه، قال: يا يونس، تلك الجسور التي بنيناها سويا وعبرتها وعبرتها أنا، لا تهدمها، فلعلك تحتاجها عند العودة. يا يونس، اكره المعصية بكل قلبك، لكن إياك أن تكره العاصي. يا يونس، انتقد القول واحترم القائل. يا يونس، انتقد القول واحترم القائل. يا يونس، همنا وظيفتنا شغلنا أن نقضي على المرض لا على المرضى. يا الله، لو هاي كل واحد هيك ببيته، كل واحد مع صديق له، كل واحد مع زوجته، مع أمه، مع أخوه، مع زميله، دائما يمشي على أنه كسب القلوب أولى من كسب المواقف. مش شرط أنه أنا أكون صح يا ناس، في أحيان كلمة بسيطة بنكسب فيها الطرف الآخر، أحيانا نتغاضى عن شيء نكسب الطرف الآخر، أحيانا ندفع شيء يسير من جيبنا بنكسب الطرف الآخر. الحياة مش بس انتصار، الحياة مش أنا، الحياة إحنا مع بعض، ينبغي أن نكون مع بعض. ودائما لما نتعلم من الأئمة هذول نتعلم أنه إذا خاصم فجر ما تكون فيي ولا فيك، ما يكون همي أنه أنا أبين خطأ الناس وأنه أنا البفهم الوحيد وأنا البستطيع أتكلم وأنا البستطيع أنظر، وبالتالي هذول الله لا يردهم، هذول ما بفهموا، بالعكس أنا وبس، هاي أنا وبس مصيبة. لما قال له تجمعنا مئات المسائل، فرقنا مسألة واحدة، يعني عايشين مع بعض 20 سنة، يجي الآن على مسألة تافة، على شغلة بسيطة جدا، ونتطاوش ونتزاعل وننشر غسيلنا برا، وإذا كنا أصدقاء اثنين نفضح أسرار بعض. لا والله، خلي واحد منا دائما يكون مثل الإمام الشافعي ويقول له ترى كسب القلوب أولى من كسب المواقف، وهمي وهمك نعالج المرض ما نقتل المرضى، هاي مش شغلي وشغلك. ودائما إذا واحد عمل معصية وما حبيتها أنت ولا حبيتها أنا، نكره المعصية لأنها معصية ما ربنا ما بحبها، لكن دائما نحاول دائما انه نعالج المرضى ما نقتل المرضى. شيروها لكل من يعاني من ارق في الصحبه، شيروها لكل نكد ونكديه في بيته، يعني حاس حاله مش قادر اتحمل الطرف الثاني، ما بدي اياه، مليت منه، زهقت منه، مش قادر اتحمله. تعال، في مئات المواقف تجمعنا، خلي موقف واحد يوحدنا، بلاش يعني خلينا نحكي العكس، احنا بلاش موقف واحد يفرض حياتنا كلها ويدمرها. اسال الله ان ينفع بكم وبنا جميعا، وان يغفر لي ولكم. شيروها لكل من تعرفون، شيرها لصاحبك للي بزعل منك دائما، لخطيبتك اللي بتنكد عليك، للمدام اللي موجع راسك، وانت شيريها لزوجك اللي احيانا بتركك وبلعب على الواتساب وعلى الفيسبوك ومطنشك. وشيرها انت لزميلك بالعمل بخلع فيك اسافين، وقول له والله لكسب القلوب أولى عند الله سبحانه وتعالى من كسب المواقف. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.